حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره قال سمعت ابا وائل قال جاء رجل الى ابن مسعود فقال قرات المفصل الليله في ركعه قال هذا كهذ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرين سوره من المفصل سورتين في كل ركعه